مع بهار؟ اشتقت لك. لك ما اشتقتي لي؟ شو عم تعمل؟ اعطيني الموبايل. خلص تركي الموبايل. اسمعيني بالأول. اسمعيني. ماشي. عم بسمعك. استني. فكري قبل ما تقولي لا. أنا وإنتي وجان أسبوع بجزر المالديف. ثلاثتنا. عيلة واحدة من أول وجديد. ما اشتقتي لهذا الشيء؟ أنا اشتقت كتير عايشة. مستحيل. ما بقدر روح. جان عنده مدرسة. وفي الأوتيل. وبعدين شو عرفني؟ في أبي وفي شغلات كتيرة. هدول كلهم حجاج 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 حجاج. وهدول كلهم حليتهم. شو مفكرتيني عم ساوي من الصبح؟ قولي لي شو السبب الحقيقي؟ ليش ما بدك تروحي؟ بتحبي أنا أقلك؟ أنت خايفة. خايفة؟ شو اللي بده يخوفني؟ لأنك حابسة حالك وقفلي على حالك الباب ومخليتيني برا، وهلأ خايفة أنك تفتحي هذا الباب وأقدر أدخل مرة تانية. مو صحيح. خايفة أني أجرحك مرة تانية. لا. خايفة أني أرجع خونك. خايفة أني أخدعك أو أني أضربك وأنا سكران. لا، خايفة أني أزعل عليك. ليش بدك تزعلي علي؟ ما فهمت. لأني أنا عشقت وحدة ما بتحبني. إيه بس إذا هي الوحدة بتروح معي سياحة هي المرة وبتعطيني فرصة لصلح غلطي وبتطلع من السجن اللي سكرته على حالها، وقتها بتصير حياتنا أحسن بكتير. رح طالع لو كلفني هذا الشي حياتي. بس إذا أنا فوتت هي الفرصة ورجعت غلطت مرة تانية، وقتها صدقيني بحق لها لهي المرة أنها تعمل فيني كل شي هي بدها إياه. كل شي بدي إياه؟ أي شو ما بدك. روح قول لجاني حضر حاله. رح نروح. عرض علي السفر ووافقت. وهلأ مو جاية؟ لا، مع تيفو. وتيفو منتبه عليها وما عم بيرف له جفن. حجزت بطاقات طيارة على المالديف ودبرت كل الحجوزات بالفندق. ها شريك، كنت بدي اتصل فيك. اقنعت عايشة رح نسافر لبرا. حلو كتير. لكن شو عم تعمل هون؟ شو يعني روح بدون ما ودعكم؟ ما بقدر عفرقنا. منروح معك اذا بدك. يعني لا تزعل مني علي، بروح لحالي على الصحراء ولا بروح معك سياحة. ما حنضوم. شكلنا رجعنا مثل ايام زمان. ها رجعنا نعمل كل شي مع بعض. ناقصكن واحد. ايه مزبوط. بس انت موجود شريك، بتلحق على كل شيء. من ايمتى نحن رفقات؟ ما كملنا السنه وانقذتني 1000 مره.
كأنه حلفت اليمين معك أنت مو مع عمر. أي يمين؟ انسى الموضوع، شغلة قديمة ما لها معنى. وقف استنى لحظة، رح فرجيك. شوف ها هون، شايف علام الجرح هون؟ هلا هو ما عاد مبين مثل الأول، بس وقتها توجعت منه كتير. عمر كان عنده نفس الجرح. أساس ما رح نفتح سيرته. ايه ولك شبكون ما عم تسمعوا منيح؟ عبالكم روحوا من هون، نحنا بدنا نلعب الطابة. هذا محلنا، نحنا اجينا بالأول. ولك كزمك؟ بدي امسك تحت رجلي. ها شوف هاي رفقاتك راحوا، مع مين بدك تلعب؟ رح العب لحالي اذا بتحسن طالعني. ولك انت بدك تبليني فيك ولا؟ سكين؟ ينعم شو غليظ. بعد اي عمر. نحن مالنا رايحين. شو يعني اجا دورك انت الثاني؟ لا دوري ما اجا. عمك انا مجنون، لانه نحن اخوه بالدم. اذا واحد منا ما بيتراجع كمان الثاني ما بيتراجع. اذا واحد منا بمشكله الثاني ما بيتركه ابدا. يعني نفس الشيء. اذا حدا نادى الثاني بيجي فورا. كل شيء في معنى بنتقاسمه. نحن ما بنتنازل عن حقنا لانه نحن اخوة بالدم. تعال خلاص، هدول شكلهم مجانين، بدهم يجيبوا لنا بلوى على راسنا. شفت كيف هربوا منا؟ شو بك انت هيك عابس؟ انت عم توجعني كتير. صرت اخي بالدم. شوفي في شيء؟ ليش هيك عم تضحك لحالك؟ لا ولا شيء، بس تذكرت شغلي. يضحكنا معك ولو؟ على اذنكم لحظة. الو جنكيز، هلا. معلش لازم روح كمل تحضير الاغراض بخاطركم. باي باي. لعبة بقلب لعبة، لدرجة انك بتنسى حالك بانه لعبة انت، ولما بتحاول تفوت بنص اللعبة بتنسى حالك، مو بس هيك بتنسى مين خصمك. أمري؟ إمتى جاية؟ مشيت الكل من البيت وعم حضر الأكل هلأ. يلا أنا جاية وجايب لكم معي شغلات كتير حلوة. عندي شغلة صغيرة رح حلها وإجي. جنكيز، كم مرة قلت لي هالحكي من الصبح لهلأ؟ بتتذكر؟ بتذكر حياتي بتذكر، بس مو مثل ما عم تفكري أنت أبدا. ما في حدا بكل الكون بيقدر يمنعني إجي لعندكم اليوم. حتى أنت؟ وحتى أنا. جنكيز،
حقيقي جيت؟ ليش؟ لأني مدين لإلك، وأنا كمان مثلك بالضبط، عم حاول استرجع حياتي. ماشي أمورك؟ كل ما حاولت أطلع بغرق، بس ما عاد أتراجع. بالأيام الأخيرة اكتشفت شغلي حلوة. شو هي؟ إني بحب عيلتي كتير، مرتي وابني وبيتي. مو في هاي العيال المبسوطة اللي منشوفها دايماً بالدعايات؟ ما كنت متوقع أبداً، بس عيلتي طلعت واحدة منهم. رح تختير مع العيلة ورح تربي ابنك على إيدك، وأكيد رح تاخد مرتك بعيد ميلادها على البحر. الغلطة إنه دايماً كنت فكر حالي عمري 15 سنة. أنا تغيرت أزاد، صار بدي شي تاني غير إنه أربح، وهي فهمت أخيراً بفضل أبوكي. أنا ما بدي شي بهي الحياة غير عيلتي وبس. وأبي هيك بيقول، بس هو مو قدران يتخلى عن اللعب. يا ترى أنت بتقدر تتخلى؟ يعني ما بقدر أوعد بهالشي، بس يمكن نتعلم إذا اليوم ما سببتي بموتي. ما بحسن أوعدك كمان جنكيز. فوق بالطابق الملحق في بالدرج جواز سفري وهويتي ومصاريي، يعني كل شي بيتعلق بشخصيتي التانية لازم أخدهم مشان أهرب. وليش ما بتطلعي أنت بتاخديهم لحالك؟ ليش؟ لأنهم قدروا يعرفوا مين أنا، ويمكن عم يستنوني. يعني يا أما رامز بيستقبلني جوا، أو شي واحد رح يقوصني براسي. مالك مجبور، أنا طلبت منك المساعدة، إذا بتحب تساعد ساعد. كل هدول ما بيكفوك كمان؟ صح، وهنا خود مسيك. لا تزعلي، بس اجى الوقت انك تبطلي هالشغله مليحه. ليش؟ شو مليت اكلي؟ لا، بس شو في صاير عم يطلع بايد الشباب كل شيء بهالايام؟ شايفه شو طبخهم طيب؟ يسلموا لي ايديكم يا ولادي. اعطيني خبز بابا. ولو تفضل. خالي مليحه بتطبخ اطيب من هيك. انا ما فيني نفسك بنوب. شو كنت جوا عم تحكي؟ انا شاطر بهي وبعرف ساوي هي. اللي شو صار اخ؟ اذا ما عجبتك اترك لي اياها. لا انا باكلها باكلها. انت ريح لي حالك شوي، اطمن رح اكلهم. شو بدنا نعمل؟ ما عاد في سلطه؟ ايه رح صب لك. ماما شو بكره اخي رايح؟ ما بعد ما يروح راح تساوي لنا هيك اكل؟ ما راح تساوي لكم، راح تقضيها خبز وبصل. معقول ما اعمل حبيبي مجد؟ بدي اعمل لك الاكلات اللي بتحبها. هلا بس يروح اخوك ويرجع بالسلامه، راح اعمل لك اطيب اكل بس يرجع. يا عيني.
بابا شو في واسطة؟ شو عم تتآمروا علي؟ ميت أهل وسهلا. عمر طالع شي بعد الغداء؟ ماني طالع، بدي مضي لها اليوم معكم. عشت مليحة، أنا رح أكل صحن تاني بعد هالخبر. يلا صبري. وانا ألو، شلون؟ أمي أخي مو رايح، بكرة من راسله. شلون يعني؟ يعني أنت بتنقليني وأنا بكتب. إيه شكرا. كأنك أنت عم تكتبي. تمام، ما بنقطعه أبدا. أكيد إن شاء الله. إيه ماشي. عمر، رايح لعنده ما؟ ايه بابا، اكيد عامل له شغله منيحه. ايه بابا، هذا جنكيز رح ياذيك يا ابني، كل يوم عنده مشكله. اذا رح يصير معك شيء رح يصير بسبب هذا الشاب، كاني اجلها اليوم. معك حق بابا، بدبر حاله بدوني، يعني ما بيصير شيء. خلاص رح فوت. ما بيصير ما تمد ايدك للي بيطلبها منك يا ابني. يلا روح شوفه لرفيقك. ما ترد يا ابني، شبك خجلان؟ افتح الباب عمل له، افتح الباب، افتح. ليكن معي، جبت لك اياه. يلا طلع. فعست الزلمه تفعيس، طلع واحد فاضي. يلا امشي امشي امشي، يلا روحي. بدي شوف الجرح تبعك. شفتي هداك الزلمة اللي لحقني؟ مع اني فعزته، بس الزلمة كان رح يقتلني. شكرا جنكيز، من وقت ما اجيت لهون انا صار في عندي اب وصديق. اجا حظنا هيك على بعضنا يا صديقتي. ايه شوفي شو بدي قلك، خلينا نتوعد بعد 5 سنين بالضبط من هاد اليوم نلتقي بالبيت مطرح ما كنا، وما فيك تقولي لا. أزاد الجديدة وجنكيز الجديد، اتفقنا؟ اتفقنا. إزيل تعال مرة تانية، ماشي؟ ابقى عيدة. طبعا بجي. شو عم ممتاز؟
شوف بدك تجي وراح نعمل احلى جات سلطه وناكله سوا. ماشي ماشي. مجد انتبه لحالك. ماشي. وانت كمان وصلتها كثير طيبه. خالة مليحة. ليك بابا امي كنت بدك تعطيني؟ انا رح اطلع شوي عندي شغل. ايه مثل ما بدك يا امي. ما بتاخر. ماشي يلا يا جماعة شفناكم بخير. سلام. الله معك. الله معك. كامل هون كل الامور تمام. اخذتها؟ ايه اخذتها. معناتها روحوا خبروا الخال وحضروا علي. وبلكي ما قبل علي. رح يقبل. تذكري يا عيشة قديش كنا ننبسط أنا وياكي. شلون كنا نموت من الضحك. وأنا كنت حس بالندم دايما كأنه ما لي حق بالضحك. عملنا كل هالشي وبعدها قعدنا نضحك. لا تحكي هيك. كانت أيام حلوة. صرنا نحط علامات على الطريق تبعنا. بعدين رحنا اشترينا سيارات لألنا. وبعدين ضيعنا بعض على الطريق وبعد ما عدنا لقينا بعض أبدا. جنكيز عايشة حبيبتي أنت بتعرفي قديش أنا بحبك. ما وجان كمان حبيبتي. أنا أحلى أيام بحياتي عم عيشة معكن. وهلأ حتى عرفت هالشي. هلأ عرفت عايشة. أنا ضاعت بس رجعت لقيت طريقي لعندي. اليوم أسعد يوم بحياتي. تعالي مرة واحدة بس نحضن بعضنا ونقول ما رح نترك بعضنا مرة تانية. بعرف بعرف إنه بحياتك ما حبيتينا بس مرة واحدة. بس لمرة واحدة قبلي إني أكون حبيبك وخليني ضمك مرة واحدة. علي تعصلك. وقف عندك ولك احكي. هلا احكي عمر. عم بسمعك. وصلت لآخر الطريق. هذا اللي صار يا عمر. روحك الخال رامز برخيص. هذا اللي صار. عم استناك. لما توصل على الطرف الثاني بدي احكي معك كلمتين. عم استناك. انا على الطريق يا رفيقي. جاي
بس انكسروا الباب بتخلص الشغلة. أنا مشتاق لك كتير يا عمار. أنا إجيتك معلم. اطلع. الواحد بس يحارب فترة طويلة بيصير ألد أعدائه وهو أقرب رفقاته، ولما بتوصل للنهاية وبدك تقتل عدوك لازم تودعه كصديق. فيكن تبلشوا. الحمد لله. مين بده يساعدني بتنزيل الشناتي؟ أنا بابا. يلا نط. هاي نحن أجينا. ما خلصت الشنتاية، ما سكرت، بدنا كمان وحدة. ولو نحن منسكرها. عسكري. أنا بأمرك سيدي. بدي كلفك بمهمة خطيرة كتير. وأنا جاهز سيدي. نط عود فوق الشنطة. عسكري، هاي الشنطة يمكن تنفجر بكل شي فيها بأي لحظة. ما أنا خايف؟ ها؟ أبدا سيدي. ما أنا خايف. لا تعمل هيك بابا. هجوم. حاجة حاجة. خربتولي التخت سيدي، انفجر التخت. يلا نسافر لبعيد، عيلة مع بعض. هذا إيزيل، خديها مني. هذا الزلمة علقان بأختك بهار. يلا جاي. على هالغلاظة هذا أكيد علي. شوفي شو بكم، فوتوا لجوا. أبرك سيدي. أنت اسمك جنكيز؟ أي أنا. خدوا فتشة وكلبشوا. يلا حاضر سيدي. خدوا. شو عم تعملوا؟ ممكن نفهم الموضوع؟ ولا حركة حاج. أنتوا أكيد غلطانين. لا ما في غلط. طيب ممكن تفهمني لوين رايح؟ خدوا امشي شباب، فتشوا البيت. استنى أنا هلأ برجع. لا تتركوا محل ما تفتشوا. عايشة يلا بسرعة. حاضر عايشة. امشي قدامي. يلا يلا امشي. عايشة شو صار؟ ليش الشرطة هون؟ بحر خليكي مع جان، لا تخليه يطلع. ماشي بس شوفي. اسحبوا على السيارة. قرب. يلا فوت. يلا السيارة. قرب. يلا السيارة. هاي السيارة لا. هي يلي فتش السيارة. عفوا سيدي المفتاح. روح جيبه من البيت وتعال. حاضر. ابني فوق هلا بتخوفوه. هي عيشة فوتي لشو، خليكي مع جان. شو عم تعملوا؟ ليش عم تضربوه؟ كان يفكر من قبل. ولا جنكيز انت موقوف بجريمة قتل من الدرجة الأولى. اشحطوه. يلا بسرعة. طلع السيارة. أكيد في غلط. جنكيز. عيشة عيشة تسلم إزالي بسرعة. يلا عيشة يلا لا تقلقي، تسلم إزالي بسرعة. وإني شو عم يصير معي هون بسرعة. لك حاجة تقاوم. سيدي لقيت مفتاح السيارة، فتشها بسرعة. خلاص. ألو إزال. شو وصلوا؟ هلأ بدي أخذوه. جنكيز قال لي اتصل. منيح اتصلتي. انت منيحة؟ لا. عايشة عايشة قولي له، قولي له لإنزال يلحقني فورا على المخفر بسرعة. عم تسمعوا؟ اسمع عم يطلب منك تساعده، عم يطلع فيه بطريقة. كيف؟ مظلوم
لك حاجة تتحرك. إيزيل أنا ما رح كمل. إيزيل عمل لك ما رح كمل. ما عاد فيني. عائشة تأخرت كتير، تأخرت كتير عن ندم. هلأ بتحرقينا كلنا، جان وبهار وكلنا رح نحترق. خلاص يلا شدة وبتزول، كله بيزول. بس أنا وإنتي لازم نتجاوز كل هاي القصص. أنا سيدي لقيت شغلة، لقيت هالكرباج بأرض السيارة وعليه دم. شو هاد؟ هذا مو إلي. شو هاد؟ يلا خدوه ارموه بالسيارة بسرعة. حركوا هذا مو إلي. يلا اركوني اركوني هذا مو إلي. وقت اللي بدي انتقم منك صراخ قد ما فيك. كل شي عم نعمل معك هو كل شي عملتوه معي، معي أنا. جبت لك الجرايد واشتريت لك كعكة، وهلأ بنطلب لك كاسة شاي مرتبة. شكرا كتير. من كم يوم وأنا هون؟ شو ما صار لك كتير، ما استضفناك غير الليلة الماضية. قدرت تنام منيح؟ نمت على الكرسي. طبعا ما أنك متعود، وأنا وصغير ما كان عنا فرشة، كنا نقعد كلنا مع بعض بزاوية الغرفة والنام. بس كنا 12 أخ، أنت عندك إخوة؟ لا أنا وحيد. بس عفواً إذا إلي حق بتليفون بدي أتصل بالمحامي تبعي. ماشي ماشي، خلينا نخلص هالشغلة بالأول وبتكمل فطورك بالبيت. ما بتتصور قديش بكون ممنونك. هلأ بتكون عيلتي كلها مشغول بال علي. العيلة بالنسبة للإنسان مهمة كتير، معناتها رح بلش أسألك كم سؤال. قلبت ملفك شوي وقلت لحالي ما بيعملها هذا الزلمة صاحب فندق، رجال مزبوط. قلت معقول يكون هذا الزلمة؟ بس يا ريت يكونوا الكل عندهم إحساس سليم مثلك. لا تشغل بالك رح نحلها، بدك تصبر شوي. رجب برلاق تعرفوا شيء؟ معروف باسم القندرالي؟ لا ابدا ما بعرفه. لا تعرفوا اكيد، لانه عنا ادله اكيد انه هذا الزلمه سبق ولاحقك بمزرعه الخيل ولاحقك بالمسلخ. لا مو انا. مزبوط، يمكن نكون غلطانين. زملائنا لقوا بسيارتك هذا الكرباج، تاكدوا منه. كرباج حصان خاص بالقندرالي. أنا مالي علاقة فيه، مو أنا اللي أخدته. مزبوط، ليش لا تأخده؟ طيب سؤال أخير، كأنه في هون عندي وضع غريب شوي. هدول هون صور الجريمة، طلع إذا بتريد. هون في سكين بإيد الضحية، بصراحة هي أكتر دليل عم يشغل لي بالي هلأ. فيك تقلي شو جاب دمك على هاي السكين؟ ها؟ طلع منيح. كيف؟ طلع فيها. شو كأنه في جرح بإيدك من هون؟ ها؟ وجعيتك كتير؟ فخ الكلام نزبولي فخ.
شوف هاي جرايد اليوم لنشوف شو كاتبين فيها. المجرم رجل أعمال. خد. منشوف هاي كمان. رجل الأعمال الناجح بجدارة والقاتل الفاشل بجدارة. خد اقراها. هون كمان كاتبين رجل الأعمال الناجح بيعمل كل شي بده اياه بتركيا. يقتل رجل بوقاحة وبيترك دليل. فاكرين حالكم إذا قلتولنا ما عملناها رح نصدقكم دغري وخلاص؟ عملوا لي فخ، مو أنا اللي قتلته. ليك الشغل ما بيصير هيك عنا. هون ما حدا رح يوقف لك باستعداد ناطر أوامرك. فهمت علي؟ هون الكل مثل بعض، مثل بعض الكل. فهمتني ولا عدلك من الأول؟ ها؟ لك شو بك أنت؟ ليش هيك عم تحكي معي؟ أنت شو عم تقول ولا؟ ما قدر ينام بالليل حضرته. ها؟ قال شو؟ الإحساس تبعنا مو صح. ها؟ الإحساس تبعنا مو صح، ما هيك؟ ولك شو أنت ولا؟ ها؟ ليش مين حضرتك أنت؟ قلي لشوف مينك أنت؟ ها؟ لتكون ملك. ها؟ أنت من هلأ ورايح رح تكون مثل الكل ولك، مثل الكل يا جنكيز المجرم. من هلأ ورايح تتعلم شلون تنام هون ولك يا حقير. ها؟ مينك أنت؟ سافل وزنكيل وتافه وغبي كمان، لا قواطي وشبان. خذوا له، رح أعمل معك منيحة. نام فوق هدول بالليل. حقير سافل. لما بيجي وقت الانتقام بتصير تفهم شو يعني الليل الطويل. يا ريت تفهم، يا ريت تفهم شو اللي عناه عمر، يا ريت تفهم شو عملت بعمر المسكين. هلا انت بنفس البير، البير اللي قعدت فيه انا 12 سنة. تعرف شو؟ هلا بلشت تفهم يا جنكيز.